لأن ما هو الغنى؟ الغنى هو استغناء النفس عن التطلع لما في يد الغير مما لا يوجد عنده، هذا الغنى. فإذا أنت تربيت على القناعة ما تبصش للنعمة اللي عندك تبقى غني. يبقى إذا مش الغنى، أن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس يعني إيه؟ أن أخنع بما قسمه الله لي ولا أحتاج للغير. ومعنى الغنى أنني أستغنى عن الناس، وما دام استغنيت عن الناس يبقى هو ده الغنى الإيه؟ الكامل. ما دام ما تتطلعش لما في إيد الغير تبقى أنت غني. غني يعني إيه؟ يعني مستغنى عن الطلب من الإيه من الناس. وده ليه؟ قال لك لأنك حين تعلم أن الله هو الذي أوجدك واستدعاك إلى الوجود، تعلم أن أنك إذا دعوت واحدا إلى بيتك، مش جالك ضيف، أنت اللي دعيته، يبقى معقول أنك أنت هتقدم له التحية المناسبة لك. وما دام هو اللي استدعاني للوجود يبقى ضمن لي الحكاية دي، وضمنها على قدرته. أنا بضمنها للضيف اللي دعيته على قدرته، وهو ضمنها على قدرته. ولذلك العاقل يقول يا ربنا رزقني بإيه، يمشي يعمل حياته على وفق ما رزق. الله. ما يحاولش إنه هو يعمل لنفسه مصرف فوق الوارد، لأن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واللي عايز يرفع مستوى حركته في الحياة ويرفعه يزيد من عمله في عمل الخير. أولا الرزق ما انتفع به، قد يكون معاك ولو في رزقك، يضيع منك ينسرق مثلا، ومش كده قد تأكله وفيش أكتر من كده بقى رزقك، إنما مش بتاعك. نفسك تغم عليك كده تقوم تتقايا، تقوم انت قاعد بعد كده تلف زي حشرة جات وكلته، يبقى شوف رزقك، رزقها هي وانت شايله الله. فنفسك ده الله. ومش كده قد يتمثل دما، بعد كده مفيش أكتر من كده بقى، انهضم وتمثل دم، حاجة تجرحني وروح منزلها مني قد كده، ده مش رزقي. الله. يبقى إذا الرزق ما انتفع به. الله. وما دام الرزق ما انتفع به نشوف النفع ده جاي يجي ازاي. نعم. النفع هو ما به قوام الوجود. ولذلك النبي حدد المسألة دي وقال من أصبح معافا في بدنه صحته كويسة. يا سلام يا سلام. آمنا في سربه، ما حدش بيهجني ولا يخوف. عنده قوت يومه فكأنما حجت له الدنيا بحذفه. لأن كيف أشغل برزق الغد وأنا لا أضمن أن أعيش غدا؟ الله. مادام بطن اتملت انتهت المسألة، إيش فيها؟ نعم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن نستصحب هذه، لأنه قال في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. والعبادة مش هي الصلاة والصوم، العبادة كل حركة نافعة في الوجود. الله. بدليل أنه لما يدعوني للصلاة يوم الجمعة أقول إيه؟ وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع يعني اخرجني مش من عواطلي. نعم. لا ده من البيع اللي هو قمه حركه استبدال في حياه، لان البيع وسيله بين المنتج والمستهلك. والبيع ما قالش الشراء، لان البيع ده ربحه عاجل. نعم. انما لما ازرع استنى بقى 6 اشهر واستنى، مش ولا لما اصنع لما اوزع الصنعه ولا بتاع، انما البيع يعني اذا نودي للصلاه فاسعى الى الايه الرزق اللي على طول ده عاجل، فأن تذهب في غيره بقى أولى. كويس كده. نعم. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا وإذا لا فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض. ليه؟ وابتغوا من فضل الله. الله. يبقى أخرجني من عمل إلى عبادة، ثم ردني من عبادة إلى عمل. نعم. فإن خالفت في واحدة يبقى دي معصية في الاثنين. نعم. ما يبقاش لا عواطلي ولا تلهين المساجد عن الحركة في الأرض. لأن الحركة في الأرض دي هي اللي بتعمرها. أنا عايز أستر عرضي، هجيب مترين قماش. نعم. مترين قماش ما بروحهمش أجيبهم من تاجر الجملة، لأن تاجر الجملة ما بيبيعش إلا تواب. نعم. يبقى الراجل اللي عنده رزق يا دوب 1000 جنيه وجايب بهم شوية قماش قد كده، أروح أجيب منه التوابين وهو خدمني. الله. وبعدين هو بيجيب من تاجر الجملة. نعم. وتاجر الجملة رايح يجيبه من المنسج. نعم. والمنسج جايبه من المخزن، والمخزن جايبه من المحلق، والمحلق جايبه من الزارع. شوف عشان تستر عرضك في الصلاة كم حركة في الوجود نفعتك. الله. يبقى كل حركة نافعة في الوجود دي عبادة. الله. دي الله. كلها عبادة. نعم. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك
فلا تتعب. الله. تتعب مش تعب الجسم، تتعب تعب العقل والفكر. ما ينامش الليل. ها؟ ما ينامش الليل. وتقعد تفكر وتعمل مش عارف لا. يتعب يعرق. خلاص كده. فإن أنت رضيت بما قسمته لك فرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. الله. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. الله. ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. الله. وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ الله. يا ابن آدم أنا لم أنس من الرزق من عصاني فكيف بمن أطاعني؟ الله. يا ابن آدم لا تطلب مني رزق غد لأني لم أطلبك بعمل غد. الله. نعم. الله.